الاشتراك في البرنامج ده كانت فرصة جميلة جدا. كويس قوي ان الدولة ابتدت تفكر في المرأة وفي دورها. موضوعات رائعة جدا عن الاقتصاد والذكاء الاجتماعي، الذكاء الاصطناعي. علمنا او فهمنا اكتر عن التحديات اللي بتواجه البلد، التطور الاقتصادي، التحول الرقمي. حقيقة أنا سعيدة جدا بتوفير البرنامج ده لينا كعاملين وكقيادات في الدولة. مبسوطة جدا بانضمامي للمعسكر التدريبي الخاص بإعداد الدخلات النسائية اللي منظمها الحكومة المصرية. استفدنا من المحاضرات، بدأنا نعرف علاقة الاقتصاد بالتكنولوجيا، بالإدارة، بالسياسة. الحقيقة أنا سعيدة جدا بانضمامي للبرنامج، برنامج مميز سواء كان على مستوى المحتوى اللي بيتم تقديمه او على مستوى الاساليب المستخدمه في التدريب. طبعا بنشكر وزاره التخطيط والاعداد الجيد للبرنامج، والماده العلميه هايله. برنامج حلو، واعتقد ان احنا هنغير في دولتنا حاجات حلوه باذن الله.